أهلا وسهلا بالمشاهدين، نواصل مدنا المباشر وصباح الشروق. اليوم كله مواد خدمية ومهمة في بريد المجتمع، في بريد المواطنين برضو، وإرسال روشتات صباحية برضو جانب مهم، حتى أنه نجيب على كثير من الإشكاليات الممر بها السودان الآن، جانب الاقتصادي والسياسي، تعقيدات على مدى 4 سنة تقريبا من الامتداد للثورة المجيدة يعني، وكثير من التفاصيل اللي حدثت ما بعدها، اتفاق يلي اتفاق وانفصال وانفصال مرة أخرى، والآن في مائدة لاتفاق إطاري، جزء معارض وجزء متفق، لكن يتمنى عافية الوطن بالاتحاد والوحدة مهمة في التوقيت ده بالذات، عشان نقدر نكفي احتياجنا ونقدر ننمي البلد اقتصاديا. ففي جانب الاقتصاد وقفة الملاح ومعاش الناس، يعني الموضوع ما عايز أكثر من كذا، أكثر من تعريف وتفصيل، لأنه بكثرة الضغوطات هي أثرت سلبا على العامل وعلى الموظف إنه يعمل في مهن أخرى ومختلفة، 3 دوامات أو دوامين عشان يقدر يكفي لقمة غرفة الملاح ولقمة العيش، وبالذات في التوقيت ده لأنه المدارس بقت غالية ومكلفة والصرف بقى كبير. أستاذة عايدة قسيس، صحفية متخصصة في الجانب الاقتصادي، ضيفة صباح الشروق لهذا اليوم، أهلا وسهلا، صباح الخير. أهلا وسهلا، مرحبا بكم، وصباح الخير عليكم وعلى كل الأهل الموجودين في السودان وخارج السودان، والتحية للأعزاء في الاستديو، مرحبا بك. الله يكرمك. عايد يعني الوضع بيغني عن السؤال تماما، لكن ده ما بيعني انه نسكت، لازم نفصل عشان نقدر نصل لجذور حل رئيسي. يعني على امتداد الازمات دي قدر كيف اثرت على المشهد الاقتصادي، لانه كل ما نتقدم كل ما يتعافى الجنيه السوداني حتى يرجع وينهار مجددا يعني بصوره كبيره. والله يا استاذ، كما انت ذكرت في البدايه انه الوضع الاقتصادي ما عايز حتى زول يتكلم عنه كده، الحاجه دي احنا بنقيسها على نفسنا. يعني انت الليله لما تجي تقيس الوضع الاقتصادي على نفسك، الحاجه دي بتغنيك عن انك انت ذاتك تفاصيل. الكل يعاني من كفه الملاح، ده الاساس اللي الناس مفترض تركز فيه والمركز عليه، وهو اللي عامل لنا المشاكل اللي كان في البيت ولا كان في الشغل ولا الضغوطات. فنتيجه للوضع الاقتصادي المتأزم وعدم توفير كفه الملاح، الحاجه دي يعني عامله مشاكل كبيره وظواهر حتى بقت ظاهرة على المستوى الاجتماعي. يعني إذا لاحظنا في الشوارع أو في المحلات بتلقى يعني في كميات كبيرة من التسول وأوضاع إنسانية سيئة جدا. يعني الواحد فينا بيحاول بقدر الإمكان إنه يقدر يلحق الحاجة دي. إذا قلنا أنا يعني عندي مرتب، المرتب ما بكفيني، فبحاول أشتغل كم شغل إضافي. الحاجة دي لها انعكاسات ما كويسة، يعني لها انعكاسات وضغوطات نفسيه، الزول بيكون مرهق، ما يقدر يؤدي واجبه، ما يقدر يلحق الحاجات الثانيه. مثلا اذا قلنا على المستوى الاجتماعي، عندك التزامات اجتماعيه تقدر تقابل بها الناس وكده، فالحاجه دي بقت حكايه صعبه. يعني احنا كنا بنتوقع انه الدوله او الحكومه تساهم في الحاجه دي، فلكن زي ما انتم عارفين احنا يعني الحاجات الكثير السياسيه، التعقيدات السياسيه اللي دخلت علينا، يعني اذا قلنا بعد 25 اكتوبر تحديدا الوضع بقى متأزم اكثر. يعني ممكن تقول قبله ب8 شهور كان في زي استقرار اقتصادي ونفسي. يعني انا بركز على الاقتصاد، انا بركز على الاستقرار النفسي اكثر من الاستقرار الاقتصادي. يعني احنا كنا في قبل 25 اكتوبر الناس كلها كانت متفائله وعلى امل وطموحات عاليه بانها تحقق حاجاتها، يعني اللي من اجلها قامت الثوره وكده، لكن الناس تفاجات بانه احنا رجعنا للصفر، رجعنا للصفر. طيب كلام مفهوم، لكن عشان نحل مشكله حقيقيه احنا عايشينها الان، فبالتالي نمشي للجذور المشكله. إذا كان في الاقتصاد معناته في الإنتاج، ونحن شعب على امتداد البسيطة وعلى امتداد أراضي السودان الشاسعة دي كلها أراضي خصبة وصالحة للزراعة، فالاهتمام بالزراعة في وقت قريب قل بصورة كبيرة، وبقى ما في اهتمام حتى من رؤوس الأموال وتشجيع من قبل المختصين يعني أو اليوم الشأن ده. بدور كيف العودة مجددا للطورية وللحشاشة والحياة دي مهمة يعني في التوقيت ده. هو حقيقة احنا الأزمة الاقتصادية حلها معروف عندنا في السودان انه في الإنتاج،
لكن علشان ما انت ذاتك تخش دائره الانتاج محتاج لحاجات كثيره، حاجات كثيره معقده يعني جانب منه الحكومه مفترض توفرها. يعني احنا عندنا اكثر من 200 مليون فدان صالح للزراعه، وفي نفس اللحظه احنا بنعاني من ازمه غذائيه، والعالم كله ينظر للسودان نظره انه ممكن يحقق لنا الحاجه دي. طيب ان احنا عندنا الموارد، اذا قلنا الارض عندنا الارض والمياه وعندنا الكادر البشري، طيب المشكله وين؟ في رؤوس الاموال. اوكي اذا كان المشكله في رؤوس الاموال، في مستثمرين ابدوا رغباتهم لكن في مشاكل بتواجه الاستثمار حقيقه. يعني اذا كان المستثمر جاي يستثمر في السودان فحيقنع من حاجات كثيره جدا وكده. اولا عندنا التعقيدات البيروقراطيه في 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 تجهيز الارض ومشاكل الارض، دي مشكله كبيره جدا. ان كان يعني السيبي يتكلم عن انه الدوله تتكلم عن انه في تعديلات في قانون الاستثمار بالذات في قصه الارض وما الارض، انه تم حلها بانه يشركوا المجتمعات المحليه في انه يكونوا جزء من المشروع اللي بيقوم به المستثمر، وتقوم عن طريق التعاقدات الزراعيه. اوكي الزراعه هو المخرج، هو المخرج كمان بالمقابل عندنا مشكله في الصادر، الصادرات عندنا فيها نمشي تدريجيا. نحن حنجي للصادر وحنجي للادخار وحنجي للتفاصيل دي بالذات، يعني في التوقيت بالذات في موضوع الزراعه، كل ما يقول الزراعه الناس دي كلها تكيش يعني من الزراعه، حتى الناس اللي في مناطق السودان حصلت لهم هجرة عكسية لمركز الخرطوم لأنه في مصانع وفي مشاريع إنتاج مختلفة غير الزراعة، فده برضو ممكن نقول عامل أما مشجع بالنسبة للشباب وبالنسبة للأجيال يعني أنه تلجأ للزراعة كحل للمخرج. برضو أنا برجع بقول لك برضو الاستثمار في الزراعة فيه مخاطر كبيرة جدا، يعني فيه مخاطر، ورأس المال دايما بيقول لك جبان، يعني ما في مستثمر بيجي يستثمر لك في منطقة يعني ممكن يكون فيه عدم استقرار مثلا سياسي او امني يعني وكده. فالاستثمار الزراعي فيه مخاطر كبيره، لكن ده ما بيعني انه الناس ما تستثمر في مناطق يعني فيها استقرار نوعا ما، يعني ممكن الناس تستفيد منها في الحاجه دي. الحاجه الاهم من كده انه يعني الدوله ساعيه لانه تعمل مشروعات امني زراعي بالتعاون مع الدول العربيه. وبكره في اجتماع مجلس الوحدة العربية الاقتصادية العربية في السودان، ده كله حيكون متخصص متحدث تحديدا عن مشروعات الأمن الغذائي في السودان. فدي فرصة لنا، إذا قلنا إحنا ما عندنا رؤوس أموال أو ما عندنا تقنيات، دي فرصة لنا إنه إحنا نستفيد من الاجتماع ده ونستفيد من رؤوس الأموال الجايانة. مش كل مرة إحنا نتكلم شعارات السودان سلة غذاء العالم، السودان ما عارف ايه، وعندنا امكانيات وعندنا، لكن على ارض الواقع بيبقى ما. احنا عايزين ناس يكونوا جادين، ناس عندهم قلبهم على الوطن، انه ينشلونا من الحاجه دي. ودي فرصه ذهبيه جاتنا في التوقيت تحديدا، انه الناس تستفيد من مشروعات الامن الغذائي وتحقق لنا الاكتفاء الذاتي للسودان ولبرا السودان. ممكن احنا نستفيد من عائد الحاجه دي، ومعروف ان عائد المنتجات الزراعيه قدر شو. طيب خلي المشاريع الكبيره والاهتمام في الفترة الجاية بالزراعة، أو الناس لو عايزة تزرع أو ما تزرع، على مدى المشاريع الموجودة الآن برضو المزارعين والمنتجين بيشكوا من مدخلات الإنتاج، من توفير المعينات اللازمة حتى في عملية الحصاد في الفترة الأخيرة. يعني ناس زرعت لكن الحصاد كان ما بالصورة المطلوبة لأنه الموية والكهرباء والجاز والوقود يعني عموما بحيث كان صعب بالنسبة لهم حتى الناس اللي بيزرعوا، فده برضو دخل في نفسهم يأس كبير برضو من موضوع الزراعة. يعني حقيقة فعلا يعني حكاية الزراعة العام السابق، يعني أسي الناس بتتكلم عن الموسم الشتوي إنه غالبا الناس ما حيخشوا يزرعوا القمح. ليه؟ لأن الدولة ما وقفت معاهم في السعر، يعني حددت لهم سعر 47,000 جنيه للجوال، بعد ذاك ما قدرت تخش وتشتري منهم. الحاجة دي هزت في نفسهم، يعني ده أدى خطوة، يعني أدى خطوة رجوع كبير يعني للحاجة دي. يعني إذا كانت الدولة ما وقفت معاهم في الفترة اللي هم محتاجين لها وثبتتهم ووفرت لهم مدخلات الإنتاج اللي بترفع من الإنتاجية عبر البنك الزراعي، تبقى كارثة. يعني أسي أغلب المزارعين مهددين بالدخول في السجون، يعني ما عدا مثلا نقول 5% المعتمدين على التمويل الذاتي، أما أي مزارع معتمد على البنك الزراعي
يعني مقبل الايام ما معروف حيحصل شنو، يعني كلهم بيتكلموا عن انه ما وقفوا معاهم في السعر وانه الاسعار ما مجزيه، بالتالي ما حيزرعوا ودي حتبقى كارثه. الاسعار التركيزيه الحكومه ما قدرت يعني تلتزم بالحاجه دي. اتمنى. طيب استاذه عايده نجي في نقطه مهمه وتخيل لي هي اساس الحوار، موضوع الادخار حتى في الظروف الصعبه احنا بنعيشها الان دي، محتاجين برضه انه ندخر عشان نقدر نكفي احتياجاتنا الداخليه ونقدر نكفي احتياج اولادنا. وقدر كيف مهم بالبسيط اللي احنا بنلقاه نقدر نوفره بالاجماع؟ طبعا الادخار على حسب ما يعني اذا مشينا على المستوى العادي يعني الصناديق الصغيره او الخطه دي هو جزء من الادخار، ان كان ما بالمفهوم العلمي او بمفهوم المفهوم الصحيح، لكن في ادخار، لكن الادخار دائما بيعملوه الناس اللي عندهم امكانيات كويسه. يعني انا يعني الزول اللي شغال في رزق اليوم اليوم من الصعب يعمل ادخار او يمشي بنك. يعني البنوك، حكايه البنوك دي حكايه صعبه، ان كان يعني في بعض من البنوك بتديك تمويل عشان انت تعمل لك مشروع ومنها تستفيد منها وممكن تدخر منها وكده، لكن ان احنا ذاتنا فهم انه نمشي ونتمول من البنوك وكده في تخوف ثقافة. من ثقافة التمويل والبنوك عندنا احنا منا رهبة كده وما بنمشي. الحاجة الثانية في ناس كتار يعني بيقول لك يعني لو مشينا البنك ما بدينا، يعني احنا بدي ناس معينين، يعني حتى لو مشيت بمشروعاتك ومشيت بحاجاتك عشان مولوك عشان تستفيد من الحاجة دي يقول لك لا، يعني ففي توجس من الحاجه دي. لكن على المستوى البسيط الناس بتوفر، يعني ما اقول لك ما في زول بيوفر لبكره في، لكن بيكون في حدود حاجه بسيطه كده يعني. والناس قاعده تحصل على روحها كثير، يعني كثير من الاسر يعني بتقطع أيوة. من رزقها اليومي وحصيلتها بتاعت الشهر بالنسبه للمؤن، يعني الحاجه برضه صعبه شديد. يعني انا بجيب امكانيه شهر ومرات في اسر حق اليوم بيكون ما عندها يعني بالضبط. للاسف يعني بالضبط. انا عايز اقول لك اسي يعني انت بتتكلم عن انه حق شهر، حق شهر وين؟ في ناس يعني في اليوم ما يقدر يتحصل على وجبه بجد. يعني انا لاحظت كثير في الاسواق، بعض الاسواق الطرفيه يعني تسترغ النظر من يعني في الشراء وكده، بتلقاهم بيشتروا حاجات يعني حاجه تحيرك ذات. يعني الناس اللي بتمشي امورها كيف؟ يعني واحد يكون شايل له مثلا بصل وعدس زيت في كيس صغيروني رحمة يعني من ربنا. أيوة يعني ما قادرين يعني يواجبوا الحاجة دي، لكن حامدين هم وشاكرين إنه الحاجة دي يعني بتعمل عامل نفسي ما عادي. يعني أنت طفلك يكون نفسه في حاجة وما تقدر توفرها ليه؟ والله يا جماعة الحكاية دي صعبة شديد. طيب في محور أخير، يعني الناس بالعادة يعني في أشخاص بيلجوا بمالهم انه يتناولوا حاجات قد تكون غاليه شويه، فقدر كيف برضه نقدر نحكم يدنا في طريقه الصرف حتى بالموجود ده عشان نقدر نكفي احتياجنا ونمشي لبدائل ثانيه ممكن تكون مهمه؟ والله يا استاذ انت عارف يعني الناس بالوضع الاقتصادي المتازم الضاغط بقت براءة رشد نفسها. يعني انا زمانك يعني الواحد بيمشي يشتري في السوق بس يشتري يعني بدون تخطيط، لكن أسي أنا من البيت ما أرجع عندي كم عايز أشتري شنو وليه وقدر شنو بس انتهينا. يعني حكاية البذخ والترف والشراء الغير مدروس دي تخيلي بقت ما فيش، ما أنا تقريبا ما أظن طيب. مطلوب شنو من الأسر كروشتات صباحية يعني باقتصادي إنه تقدر تكفي احتياجه وتقدر ترشد وتدخر للزمان الشين؟ والله يا جماعة الأسر هي بتفيل عليها، لكن هي ممكن تتحرك. يعني بتلقى في البيت اثنين ثلاثة شغالين واثنين ثلاثة بكر، فديل بيشيلوا ديل وديل بيوفروا لديل، فيعني بمزيد من الاجتهاد والتحرك الواحد ممكن يعني يقدر يوفر. أنا ما أقول لك يعني يدخروا، الادخار ده أنا غيرته شايفاه صعب شديد، يعني إنه زول يدخر إلا تشتغل 24 ساعة ودي ليها تأثيرات كبيرة. يعني ما ممكن ما ترتاح عشان ما تقدر توفر، يعني بكرة إذا مرضت لا قدر الله ما حتلقى اللي بيعالجك. وكمان إذا قلنا موضوع العلاج والتعليم دي حكاية تانية، دي حكاية جانب براوي. يعني بالنظر في الفترة الأخيرة كثير من المشاريع والمنح الخارجية اللي بتكون داخل السودان لأسر متعففة برضو مرات ما بتصل بالصورة المطلوبة، ما بتكفي الاحتياج، يعني برضو بتاخذ لها شهر شهرين بعد ذاك
تصل بالنسبه لجيب المواطن في الحياه صعبه. قدر كيف برضه مهم انه احنا يكون عندنا مشاريع داخليه نكفي احتياجنا الداخلي بتاع الاسر. والله شفت المشاريع الداخليه دي الاهم بالذات مشروعات الاسر المنتجه الصغيره دي بتدور دخل كويس للاسر دي تحديدا، خاصه اذا كان يعني المشروع داخل الاسره او داخل البيت اللي هو بشكل اكبر عدد من الناس، وفي نفس اللحظه بتكونوا نفس الاسر الافراد من اسره واحده، فبالتالي العائد بيكون اكبر وبيكون كويس ومجزي ليهم هم. يعني المشروعات الصغيره بتقدمها مثلا ناس بنك الادخار الاسر، بنك الاسره، تخيل عندهم مشروعات كويسه يعني بتدر لنا عائد كويس. غير كده في ناس براهم بيجوا يعني كده بيجوا عارفين المشروعات دي، يعني انا اسف بعرف لي ناس بيجوا يعملوا الصابون براهم يدرسوا الحاجه دي لبعض في محلات ثانيه، فبالتالي بيجوا يعني ينتجوا الانتاج الصغير ده فيه كثير من الـ الايجابيات، يعني بحرك الزول بيخليه يعرف ذاته انه يعمل شنو ويتطور لقدام ويكون عنده رغبه وعنده طموحات انه يعمل مشروعات اكبر. زميلة الصحفيه الاقتصاديه عايده قسيس كثر خيرك على حضورك صباحا، شكرا جزيلا. نواصل مدنا المباشر برفقتكم، ناخذ فاصل ومن ثم نعود نواصل دفقنا المباشر برفقتكم، خليكم قريبين.